يتساءل البحر عن موعد المضي، فتجيبه الأمواج عند الشروق، فلهفة الصياد تزداد عند رؤية شمس مشرقة ذات ألوان زاهية. وفي حديثنا اليوم عن أهازيج بحرية سطرت هذا الماضي مع سفنها الخشبية وأشرعتها البيضاء، فأهلا بكم. يا مرحبا الساع ابو عبد الله وابو محمد، كذلك ابو عبد الله مسيكم بالخير. يا مرحبا الساع. اليوم لقانا على السيفة غير عاد ابو عبد الله، اليوم جلستنا على السيفة مثل ما يقولون بنغم النهمات. اليوم سوالفنا عن النهمات ابو عبد الله، شو تقول عنها النهمات الاوليه؟ والله النهمات الاوليه كثيره متنوعه يعني، فتفرق من نهمة لنهمة، يعني نهمة السفر بروحها، ونهمة الغوص بروحها، ونهمة الضغوة بروحها، ونهمة اليار اللي في البر هنا يطير بروحها، يعني عدد نهمات متنوعة. لكل شغلة نهمة. لكل شغلة نهمة، نعم. يا سلام. حتى للبر اللي يضغون بعد لهم نهمة متنوعة يعني. ما شاء الله. حتى التعويف البرية بعد لهم شلات متنوعة. بعد هي ما شاء الله. كل شيء زين. عاد ابو محمد يقولون ان النهمات هي نص حياه البحر، يعني اللي يشارك اي شيء في تفاصيل البحر هي النهمه. صحيح. وهي اللي كانت خلينا نقول تشجعهم بانهم يزيدون همتهم، يزيدون مواظبتهم على الشغل على سبب ينتجون بعد في البحر، ولا شو رايك يا ابو محمد؟ صحيح. ايه ما يستوي هذا اذا كان انا وياك جلسنا كل واحد اصبح منتفخ من صوبه هذاك، لازم سوالف، لازم اول حين زي الحين الوجد هذا مسيان، اذا كان باغين عندنا نحن كانوا يضغون بعيد مكان ولا ما في هذاك لنكات ولا شيء، كله يرمي داف وعشان يبون يخلصون سرعه يصيح شو اذا كان يحمل قبلان العصر يا نام سيان، العصر يا نام سيان، عشان يخلص. صحيح. كله بحماس شلوا الجماعة كلهم. يسترق. العصر يا نام سيان، العصر يا نام هذاك، هلا ياملي هلا ياملي هلا ياملي، عشان حماس. ما شاء الله. هذه الشغل يمشي الشغل. إيه. ولأن حماس هذه. هذه نهمة أو أي شيء حتى البرية عندنا أنواع النهمات، إذا كان صبح الصبح صار بيضغى النهمات ما قال أبو عبد الله. إيه. النهمة مال الغوص روحها، النهمة مال السفر روحها. النهمه عندنا نحن مال الضغاية روحها، انواع نحن مال الغوص والهذا ما عرفنا نهمات لهذا ليش سمعنا. هي. بس النهمات اللي عندنا مال البريه اللي كان يصير الصبح هذاك، صبح الصبح اول ما يصبح الصبح حط الاطلاء على ظهره وروح فاني لهاك اليوم، حط الفانيله وروح، قال اركب طلع الميداف قال يلا يلا نهيم يلا توكلنا على الله، قال يا الله بصباح الخير دايم، يا الله بالخير دايم، يردون عليه يا الله بصباح صبحته على محمد وبنته، يا هذه النهمه مال الصباح صباح الخير. يا سلام. يعني لكل حتى الوقت يحطونها كلمات تخصها، مال الليل هاك مال الليل روحها، ومال النهار الظهر روحها، لكن هذا اول يا الله بصباح صبحته على محمد وبنته، يا الله صباح الخير دايم، كله بال كل وجت لا هذاك. ما شاء الله. لا ما يصير يكون وجت واحد. لكل وقت نعم. نهمة. نعم. ولكل شغلة بعد نهمة. نعم. زين أبو عبد الله لو بتخبرنا يعني من مكان لمكان، نحن بما نحن في دبل حصن. نعم. نهمات دبل حصن تختلف عن خورفكان عن كلبة، تختلف النهمات ولا نعم. هي نفسها؟ نعم. تختلف. وايد. كيف الاختلاف اللي فيها؟ قبل هذا البحار ولا الصياد؟ ولا الغواص في دول الخليج اعتمدوا على الله ثم النهيم. السلام. يعني الغواص بأي دولة من دول الخليج هذا إذا ما يوفر قبل الغيص والسيب لازم يوفر قبل النهيم وربع النهيم، وسفينة تطلع برا عن الشاطئ بدون نهيم ما تصلح، وخاصة في الغوص لأن الغوص متعب وهلاك، ويعطيهم النوخذة فرصة، اللي شال طبل واللي شال طارة واللي شال ونهمة عطول الليل إلين تقريبا من الساعة
8 يصلي العشاء إلين الساعة 10 تسمع هذه اللنجات كلها دوخة والنهايم تختلف. أهل الكويت غير، أهل البحرين غير، أهل الدول الخليج. نحن هنا مثلا في أبو ظبي، في الشارقة، في دبي، خور فكان، كل حد بنهمته. وكل ساعة أو كل نص ساعة لها وقت ولها نهمة ما شاء الله، من الفجر إلين الفجر الثاني. يعني 24 ساعة كل حد خلاص. هذه النهمة ما تجيبها الحين. هذه يعني نهمة الصبح ما تقدر تقولها بها. لا، هذه مثلا بالليل، هلي يا ليلى، هلي يا ليلى، هلي يا ليلى. هذه نهمة الليل يا ليلى. مال الغوص يومي من الغوص، ولا ينهموا بعضهم بعض من هير لهير، قال هلي منصور دين الله، هلي منصور دين الله، هلي هلي منصور دين الله. وهذه يردوا علي فوق العشرة ما شاء الله. والنهايم تختلف من منطقة لأخرى، مثل ما قلت يعني مثل بنهار. بنهار قال الأول بزاغور وامالي، هلي يا الله، هلي يا الله، هلي يا الله. الأول بزاغور واماري، وين ذاك الطبل والغية، تركونا وظهر وخاري، في طلاع الدار غبشية. هلي يا الله، هلي يا الله، عصاتي يل للأخو فضة، وين طاحت وين بلقاها، الآدمي ليمن عصى ربه، نار قدامه بيلقاها. يعني نهايم مثل بالليل، بالليل يقول يعاد مرتاحين ويغنوا وظلام. زين الحين ما نباك تخلص عنا نهمات ابو عبد الله، نهمات هي ما شاء الله وايد، ونبغيك تذكر لنا نهمات كثيره، ولكن بما ان نحن نقول بان النهمات لكل وقت نهمه ولكل منطقه نهمه، ابو عبد الله باخذ وياك هذا الموضوع. يعني منو اللي كانوا يكتبون النهمات؟ منو اللي كان يقول كلماتها؟ منو اللي يقول حتى النهمه؟ شوف، هذه كلها كلمات تعبر عن شعور الانسان. النهيم دائما يذكر اشياء اللي تخصه وتخص غيره، يعني ما يعني نفسه بس. صحيح، يعني نفسه لكن يعني بعد الناس اللي وياه او الناس اللي يقصدهم هو. ما شاء الله. خاصه النهيم، النهيم مثل ما قلت لك، يعني بعض الاحياء من دون اي شيء قاعد يتذكر ماضي، نايم على الفنة ولا نايم على الماشوة ولا نايم على أي محل، ذكر زمانه. السلام. بعيد فرقاه يابه، حط اللي بخاطره ونهم. تطوف عليه أنت شو تقول له؟ ما تقول له فلان تنهم. شو تقول له؟ لا، ما تقول له فلان تنهم. تعطيه كلمة اللي تشجع فيها. يا سلام. يذكر ماضيه. يقول فلان متولع. 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 الله الله. متولع أو متوله. يا سلام. على الشيء اللي يقصده. هذا النهيم. والنهيم مثل ما قال أبو محمد أنواع، يعني إحنا بعض الأحياء نبطة بسيطة، حتى إذا ضغينا إحنا وانترس القطيع البرية. ونبي نغيره. من محل إلى محل لها نهمة. ليه نهمة؟ شو تقول يا أبو عبد الله؟ ينزلون حوالي 30-40 يولون الناس، 10 و15 يولون الحلق، وثلاثة مني وثلاثة مني يولون الوروج، واثنين وثلاثة يولون الفيزة. عرفت؟ صح. هلي يا نبينا صلينا. هذا عاد الحين شو يسوي؟ يسحب القطين. سلام. عشان يشجعون اللي وراه. هلا يا نبينا صلينا. هلا يا نبينا صلينا. يا سلام. وحط عاد وياه. إلين وصل المنطقة. شوف، ما يرى وسكت. إذا يرى وسكت ما يرى القطين. ما حد ترك القطين. يتم محله. لازم بنهمة. وذا وصل هناك ويراد إنه يعوف. كل ستة بيل. ذاك اليوم لا الكبار. يا كان المغرب أو قبل عقب المغرب صح.
قبل عشاء نتدخن بعود يوم الثريا غاد فراس، يردون عليه عاد، يردون يبيتون عليه عاد، هو بيت ما شاء الله. فهذه هي لها يعني طاقة، حتى اللي قاعد على السيف يشتاق إلى شلاته. يا سلام يعني. يا سلام زين. فهذه هي أصول الشغلة. أما الغوص ما غوص هذاك له، هذاك إذا جر الخراب صاح يا مال. يا سلام. فصاحب السفر عند الخطيفة لا يوم يخطف لا يصيح مال خطفة بروحه. في أيام مثل ما قلت النهمة، أيام اللي ما عندهم قاعدة، صاح الخماري. صاح الخماري. خماري هو شو أبو عبد الله؟ خماري هذا بعد تلقاهم الكل الكل يعتفس إن الخماري هذا، هاي الخماري والخطيفة هذه بأثناء ما يخطف. إيه. بأثناء ما يخطف شلها النهيم. يا سلام. فهذه مثل ما قلت لك يعني لها أصول. ما شاء الله. ولها صاحب البحر ما يمل، صاحب البحر ما يمل ابدا، ما يمل من النهمه. لا ما يمل، ما كل يعني البحر حلاته في النهمه. يا سلام. زين ابو عبد الله، يعني البحر حلاته في النهمه، ومثل ما قلت النهيم يوم بتي طاري الكلمات على باله مثل ما قال ابو عبد الله. نعم. متولع ولا متوله؟ نعم. يعني هذا النهيم مو بشرط يكون شاعر ابو محمد؟ لا سامع. مو بلازم يكون شاعر. ما يكون شاعر. هي. ما لازم شاعر. سامع لهذه ودق عليه الهايس. هي. سمع هذه اليوم عند 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 ابو عبد الله. هي. او عند ابو عبد الله او عند عمر. هي. عند سيف عند هذا. صحيح. سمع لهذاك شلبها الحين سيحوا ما ادري قطين بريه ما قالوا الحين ابو عبد الله. شو الحين بيقول شيء بس بمزر اليل ويسحبه هذا وقت مستوي المغرب لهذا قال اول ناعل الخيل يوفيصل يوم تظهر عبيد الله 20-15 نفر ويسحبون لين يفيق هناك اليل والركض من يفيق اليل منه لين يطيحون البحر منك هذا على هذا شوف على الزاغور اللي يشلهم ها بعدين يوم كل من طال الليل وهدن الليل عليه شويه القطيع تم لين الساعه 10-11 قال كم ليلة سودا سرينا ظلمة ولا شايع قمرة خضنا قيضانا واشتفينا والشمس ما بين وهذه على طول إلى الفجر إلى الفجر إن شاء الله ما يوقف لا ذاك وما يفيق اليل بصير يمشي لا اللي يفيق اليل يعتبرون منه تقريبا ولا هذيك البويات ركب إذا كان خص الماية ثابرة 20 هذا يبي يحول قبل هذا ما شاء الله خلوا صول هذا وقول حملوا دخل القطين حملوا القطين وين ما بيروحون هناك لازم يروحون يجيبونه يحطونه على المرزازه يجرونه حملوا القطين ويلا طلعوا المياديه وقال يلا القبلان خلوها فوق ما شاء الله اذا القبلان بيجون الصبح بيحملونها الحين عندهم القطين وبيروحون طح هذا هذاك قال لي على النعمه ليه يوصلون البلاد ما يمكن كم كيلو الحين اللي كان ضاغي في الخطم وبيوصل الخور هنا كم كيلو يمكن 10 كيلو صحيح هذا لازم كله بنهمه ما شاء الله المسافه هذه كلها بنهمه كلها نهمه ما في هذا عاد هنا عاد النهمه عاد تلقى هذاك باليره دخل يصيح هي. دخل يدخل بداخل ويجيك من هناك الصفينه وكله يصيح بالهذا كله بنهمات يا سلام قال يعني يصير رب مداسه يعني يصير رب داس لابس قرمز حرير يا الله مفتاح قلبي حاسه مفتاح قلبي حاسه يا الله ترفي الشباب صغير ترف وهم هم يردون عليه ها ترى النهيم قاعد يردون عليه النهيم اذا كان ينهم لازم يردون عليه هي ما اروح يزيد شوق ماله هي. اذا ما حد رد عليه انكسر صحيح ريت عربي سيارة بر الزور عيبون بر الزور عيبون يا الله ما حد يرد علي ما دورة وملحارة لا غير الغالي زبون غير الغالي زبون وهكذا يا سلام يا سلام
النهيم يوم بيكون في العاملة ولا في المحمل زاغور اكثر يقبضه كذا احد يرد وياه لازم يكون صوته مسموع بعد مسموع ابو عبد الله مكان النهيم في العاملة او في المحمل وين مكانه ولا في الصدر ولا بالتفر ولا في الصدر ولا التفر ولا التفر عندنا الحين الصدر في الصدر النهيم مكانه في الصدر ولا بالصدر ولا بالتفر هي وصوته ينسمع ما شاء الله صوته يشل هم حوالي 20 نفر ويردوا عليه هي والنهايم هذه سووها شعراء عبارة عن تاريخ وعن دونوا الأحداث اللي صارت كل ما شاف حدث كل ما شال هذا سوى ومن مئات السنين هذا كل ما يجيل يحفظها الأجيل للسلام كل ما يجيل حفظها هذا الحين احنا محافظيننا وأبوتنا من 57 ما شاء الله إلى الحين حافظين هالنهايم وهم حفظوا يعني كل والنهيم أكثر شعراء كبار اللي يروحوا البحر واللي يروحوا ودونوها ما يدونوها بكتب بس يحفظوها لربعهم يحفظونها يحفظوهم أي حدث صار مثلا يعني نهيم يقول بنهيمة حرمة تنهم؟ أيوة ما شاء الله أيوة استغفر الله هي حرمة نعم نهم وايد قال يوم الحريقة نظرنا كل مزيونة صارت حريقة في البلد والعالم نشت حريم وريال يطفوا ماشي مطافي ترى من البير ورشوا شو قالت؟ قال يوم الحريقة نظرنا كل مزيونة وريتها باهلة والصيح بالعونة والصيح يا رجال ترى شاخت علينا النار قدرت الله علينا ما بها مقدار ما بها معيار قدرت الله علينا ما بها معيار السلام يعني هذا حدث يوم راح البحر هذا الريال سوى هذه النهمة السلام بمرة الجماعة الذي نهم فيها حفظوها وتم تبقى مئات السنين ما شاء الله مئات السنين هذه النهايم عندهم يعني نهايم مثل بالليل هي اي بالليل يقول هذا يوم ينهموا بالليل يا الهيادي يا سلايام يا ريبي يا مولاي ويا الهيادي يا سلايام بس أيالش يا الكندو يوره الله من خياط ومين دريز خاطني يحسين الصورة اللي يبرى يا حبر يز من عايا منا يا مخيوطة ومحيا يرى يا بالميز والثاني رد علي بعد يوم خلص هذا قال يا خوي يا عضي يدي لا تيرقد بي السيوح ورقيد في ظيل لنبا يارد بيني الحشايا والرويح هذه كلها نهايم يا سلام عليك يا هم جمعوها ودونوها بعضهم بعض ما شاء يات الله. من أحداث صحيح يعني هذا مر شاف أخوه نايم بالصحراء بالسيح وهو عنده بيت قال لي يا أخوي يا عضيدي لا ترقد بالسيوح ورقد في ظل بارد بين الحشا والروح بضمك عن عدوانك صندوق بمية لوح نهايم ما لها ما أول الله. ولا تال زين يعني النهايم والنهيم أبو عبد الله كان له دور كبير نعم في كل يعني في كل طلعة إن كان في الصيد إن كان في الغوص ولكن بتخبرك عنه أبو عبد الله ما شاء الله عليك بما أنك نأخذها قديم نعم أبي أتكلم عن قلاطة النهيم شوف شو هي قلاطته طال عمرك النهيم ما له علاقة بالشعر هي لو تقول له شعر لي نبطي ولا شعر لي يقول لك أنا ما أعرف صح بس هذه الله سبحانه وتعالى ألهمه في النهمة يا سلام النهمة مثل ما قلت في الأول أنه هو يعبر عن أشياء اللي هي تخصه وتخص زين ناس اللي كانوا وياه أو كانوا يعني أو الأشياء اللي صارت عليه زين الشعراء اللي قبل ما كتبوا نهمات لا 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 لا, 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 لا ما كتبوا النهمات بس حق أصحاب البحر إيه ما لهم علاقة في الشعر النبطي أو الشعر كلمات بسيطة كلمات بسيطة متنوعة تخص نفسها تخص أشياء البحرية حتى أنت تحفظها صحيح فأهني أنا لما أشعر أنا أني أنا بكل يوم خاصة الجزوة البغاوي أو الجزوة البسيطين هذولا ما لهم قلاطات
هذا الحين ما له قلاطه؟ لا ما له قلاطه، هذا ينهم من وراء خاطر يعني من 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 محبه للشغل هذا. يا سلام. من محبه للشغل، الا اذا انه خذها يوم يصير الحساب يخصب اشياء. زين بس النهيم يطلع غوص؟ لا النهيم بالغوص غير. ايه نهيم الغوص غير. ديلا غير. نهيم الغوص غير ونهيم السفر غير، ما له علاقه بنهيم الساحلي. ايه لا انا اقصد اللي يطلعون سفر مثلا. السفر غير. ايه السفر سف المحمل السفر ما يطلع الا بنهيم او نهيمين. نهيم او نهيمين. نهيمين. والسفر ما يطلع الا بتبس الا فيه مطرب. هذا السفر. ما يسافر المحمل الا في هذه الموجودة. عشان يشيل همتهم في عشان يشيل همتهم في الميداف في كل شيء. مثل ما قلت لك في الخطيفة عرفت، في الرفة الدقال، في سقاية الدقال، هذين هي متخصصين اصحاب سفر. للسلام. اما النهيم مال الساحل هذا لا. زين قلاطه تشابه بقلاطه العامله ابو عبد الله؟ لا هذا قلاطه غير. قلاطه غير. هذا قلاطه غير، اقول لك مال العامله لا، مال العامله ما في الا قلاطه. هي. ما العامله ما قلاطه، انه خذا يخصه من عنده. من عنده. هي. من عنده. انا ممكن هو هذا النهيم اليوم ما هي انا ركبت. هي. انا اعرف انهم من همس بربعي. يا سلام. هاي ولع، ولع يسمونه طرب. يا سلام. ما يسمونه طرب، ولع. هي. ولع. يجيب عال من عنده. يوم يدق الكوس في الراس ابو عبد الله. هي هي يجيب من عنده. يحط اشياء حلوه وتفهم لها. ما شاء الله. هي. يعني فهذه تفرق عن هذه. اما انا اجيب نهيم سفر واحطيه بعامله لا ما ينهم. ما شاء الله. زين بما ان الحين ماخذنا الولع في هذه الجلسه الطيبه على السيفه ابو محمد. نعم. نبغيك تنهم وابو عبد الله، ابو عبد الله راح يردون عليك ان شاء الله في نهمتك. انا ما بعرف نهمتهم غير نهمتهم. خلينا احنا برد عليه. حاضر. عنده النهمه. لا ما اعرف انهم. عندك عندك ابو محمد الان بدينك. انا برد عليك. وعلي برد عليك. انا بيردون ان شاء الله بيعذرونك النهمه. شو تقول يا ابو محمد؟ شوف بقول لك النهيم اذا نهم سكت. صحيح. عشان يتصوخ الرده هاي صح ولا لا؟ الكلام اللي قاله صح انهم برد عليه ولا لا؟ يا سلام. قول يا ابو محمد. يا نصر مداسه، يا نصر مداسه لي لابس قرمز حرير، لابس قرمز حرير يا الله. يا نصر مداسه، يا نصر مداسه، يا نصر مداسه حرير يا الله. لابس قرمز حرير يا الله، مفتاح قلبي حاسه هلي. ترفع الشباب صغير، ترفع الشباب صغير يا الله. يا مرداس قلبي حاسه، ترفع الشباب صغير، ترفع الشباب صغير. فلازم يعني لازم تجاوبه. يا سلام. اذا ما جاوبته لا. شرطين لفح من بره، يعني مبرد هواه، يعني مبرد هواه يا الله. شرطين لفح من بره، يعني بصيرتين ريبه، يعني مبرد هواه، صيرتين شد عن مقره. لي قالوا رامي المرباح، قالوا رامي المرباح لي يا الله. بسالك يا سومالي يا الله، عنزلع وين يكون؟ عنزلع وين يكون؟ زلع غدا في ليبالي يا الله، لو انتو تعلمون لو انت يعني. يا سلام. يبغى يكون هذه ابو محمد نهمه شو، غوص ولا سفر؟ لا لا ير ير. هذه ير ير ير. نهمه ير ير عاد. هذه هذه الير اللي بقول لك عليها الدخل هذه. يا سلام. هذه ير. ير. للضغوات بعد نهمات. هاي مال الضغوه روحها، هاي هي لي وهذاك وهذا. عليك مال الضغوه طال عمرك. يوم يبي يفرش. ايه. شاف البريه قدامه. شوف عاد اليمن وين جايه يفرش. صح. اول ما يتقط الطالع صح. هي لي باتوحه. ايه. هي لي باتوحه، هي لي باتوحه. ناكل من بلوحه وهو راح. يا سلام. لين يقط القطين وقبض صحد هيلي والبر، هيلي والبر، هيلي والبر،
هلي والبر هلي والبر بعد حماس بحماس ما سايحة ما سايحة لا قايمة على الوصول سرعة مال حماس 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 يا سلام انا شفت عاد ابو عبد الله انت ما رديت اياهم قلت ان نهماتهم تختلف وهذا اللي قلناه في بدايه الحلقه بان نهمه كل منطقه غير عن المنطقه الثانيه عمر يشابه النهمات بس يمكن اللغه بس او اللهجه بس اللهجه بس الناحيه زين بما انك ما رديت اياهم ابو عبد الله نحن بنهمه من عندك عاد وان شاء الله ان يكونون يعرفونها والله ما يعرفونها ما ادري عاد أنا لو حافظ برد وياكم ولكن مو بحافظ عاد إن شاء الله هلي منصور دين الله هلي منصور دين الله والغوص يا أبو حرارة دين الله يبغى قوي المرارة دين الله هلي منصور دين الله هلي منصور دين الله من غاص قالوا تيمل دين الله ومن ساب قالوا عيارة دين الله هيلي منصور دين الله هيلي منصور دين الله شوف هذه كلمة منصور دين الله هذه بالغوص تفرق احنا كلمة منصور دين الله عندنا لما يصيرون يضغوا البايت في الليل وتشحن العوامل سمك ما شاء الله نوعين كلمة النهمة النهمة لها ثلاث انواع كلمة منصور انه ما شاحن كامل منصور مو بشاحن بعد مو بشاحن الناس تصوخ النهمة قال لك فلان ياي ما شاحن ياك الثاني ناهم هيوس واهيلي قال لي فلان ياي نضاغي المحل فلاني شاحن شو نهمته قال يوس واهيلي ياك الثالث ينهم هيل يلا بدينا يا سلام هذا اربع خمس ست حزيات في شاحوفه ياك الرابع ينهم هي يلا يا الهادي قال هذا جايب حلا يا سلام يعرفون من النهمه هو شو جاي من النهمه الين الشرع فلان راح حق منو اللي جاي يوسف وهيدي هذاك عاد انا الشد زين اليوم تولعت روسنا بهالنهمات الطيبه ابو عبد الله جزاك الله خير ما قصرت ونهماتك طيبه وسوالفك وعلومك طيبه عن البحر والنهمات كذلك ابو محمد جزاكم الله خير ما قصرت ابو عبد الله والنعم اهلا وسهلا نوخذتنا جزاك الله خير حاضرين ما قصرت يا ابو عبد الله يا ابو زين اليوم يعني بما ان نحن كانت روسنا متولعه بالنهمات ومتولهه على هذا الجيل وعلى هذا الزمن اللي مر في حياتنا واسس لنا هذا اللي نحن ننعم فيه الحين ونسولف عنه في هذه اللحظه ان شاء الله سوالفنا راح تتغير وراح ناخذ معاكم معلومه جديده على السيفه هذه في حلقتنا الجايه ومع السلامه حياكم الله